خالي من الأهداف، ويتمنون بأن يستمر ذلك إلا إذا كان لخلفان ورفاق راي آخر. خلفان يمر مارديكيان بيحاول الكرة في المنتصف، ما زالت مستمرة. تمريرة، نقلة، حامد إسماعيل، العرضية العالية، الله! العرب استفاقة، العرب عودة. ضاعت فرصة الهدف الثاني. الهدف الأول سجل من زاوية أصعب، من كرة أصعب، لكن الثاني الكرة كانت سهلة ولم يتمكن مارديكيان من أن يسجل. ربما يعاقبهم رشيد الآن، ربما يعود الخطيات في هذه الكرة. يا الله يا الله، إن لم تسجل وتؤمن.